بيكم جميعا. مفيش عبادة بدون نتيجة، مفيش مرة بتعبد من قلبك بدون ما بتستجيب السماء. أخطر حاجة في العبادة هو التعود، أخطر حاجة في العبادة هو التعود، إنك تتعود على أجواء معينة أو ترانيم معينة أو طريقة معينة فتفقد إدراكك للمكان اللي أنت واقف فيه. تتصور أنك واقف في اجتماع بترنم ترنيمات برغم أنك في الروح واقف قدام العرش بتقدم عبادة. فرق ضخم جدا أنك في اجتماع بترنم أو في العرش بتعبد. فرق في الحضور، فرق في الإدراك، فرق في المهابة، فرق في التركيز، وفرق في النتيجة. لو في اجتماع وبترنم فأهو، لكن لو في العرش بتعبد دي قصة تاني، ديناميكية تانية خالص. مفيش مرة مش بس في الاجتماع لكن في البيت بتسجد قدام الرب إلا وإنت مدعو إنك تبقى قدام عرش النعمة بتعبد الرب بالروح وبالحق. فأنا مش بتكلم بس على الاجتماعات، أنا بتكلم على كل مرة بتسجد جنب سريرك، كل مرة بتقعد تاخد خلوتك تقرأ في كتاب مقدس في البيت، كل مرة بترفع قلبك حتى لو في مواصلة. لو مجرد بتعملها ببعد تلقائي تقليدي، لأن احنا شعب يميل إلى التدين فبتاخد بركة التدين، لكن لو بتعملها بإدراك أنت بتعمل إيه، لأن العبادة في العرش مختلفة، النتائج مختلفة، القداسة مختلفة، التواجد والإدراك تماما عن الترانيم في الاجتماعات. لذلك مهم جدا أنك تقبض على نفسك، اللي هي مستأسرين. مستأسرين دي كلمة لها علاقة بالأسر، أنك بتأسر، تقبض على نفسك، تمسك نفسك وتربط نفسك من أول ما تشم ريحة تدين في العبادة بتاعتك. هتفهم حاجة؟ أول ما تلاقي نفسك بتعمل منظر وانت مش مركز ما تسيبش نفسك، وقف اللي انت بتعمله زي ما عمل كده عادل، وقف الجهاز كله بتاع الصوت وقام رجعه من أول وجديد. ليه؟ لأنه ما ينفعش نكمل كده، ده اللي عمله عادل. فلازم تقوم موقف الجهاز اللي انت بتعمله بتاع العبادة وتقوم مقومه من جديد. لو كملت في نفس الحارة الغلط، عارف لما تخش وتكتشف انك دخلت في حارة غلط، انك تكمل ده غباء، لانك اكيد مش هتوصل اللي انت حتى انت رايح له. فانك تكمل وانت حاسس انك بتعمل منظر بس مش 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 مدرك انت بتعمل ايه، مش مركز في اللي انت بتعمله وتقوم مكمل، ده ما ينفعش. ده كأنك دخلت في حارة غلط ومكمل في الحارة الغلط متصور انك هتوصل اللي انت عايز حتة اللي توصلها برغم انك دخلت في حتة غلط خالص. فبتحتاج انك توقف، تقوم موقف مركز، راجع مرة تاني لقلبك، وراجع مرة تاني انت بتعمل ايه، حضور رب الواقف قدامك بتسكن قلبك فيه، بتدرك، بترجع مرة تاني المهابة والقداسة في بيتك، طليق القداسة يا رب الجنود، عارفين الآية طبعا. ففي الحضور الإلهي في بيت الرب في مهابة، في حضور، في نعمة، في عبادة. اللذيذ إن الروح القدس ساكن فيك. ما أعرفش بتفكروا في الروح القدس ولا لأ، بس الروح القدس لذيذ جدا. أنا بحكي معك، الروح القدس لذيذ مش كده ولا أنتوا ما حد تعرف الروح القدس قبل كده؟ الروح القدس لذيذ جدا ونفسه حلوة جدا وغريب جدا. أقول لك غريب ليه؟ لأن حضرتك وحضرتك تطلعي تنزلي وهو بيفضل صديق، وهو بيفضل جنبك وفيك. ولو ليك علاقة بمواهب الروح القدس بتفضل مواهبه شغالة فيك. غريب جدا الروح القدس. مرة تاني، غريب جدا الروح القدس.
يسوع وعد وعد غريب مش موجود في العهد القديم. لما داود كان بيغلط في العهد القديم أما صلي أحد المزامير، في مزامير توبة كتير لداود، بس أحد المزامير المشهورة مزمور 50 لما قال روحك القدوس إيه؟ لا تنزعه مني. الصلوة دي صلوة ما ينفعش تصليها في العهد الجديد، مع احترامي للجميع. ليه؟ لأن يسوع لغى قصة أن الروح القدس ينزع منك أبدا. فالصلوة اللي صلاها داود في العهد القديم روحك القدوس لا تنزعه مني، بتدي أوبشن إمكانية أن الروح القدس يفارق. في العهد الجديد هذا الأوبشن مش موجود. مش أنا اللي بقول، إنجيل يوحنا يسوع نفسه اللي بيقول في يوحنا 14. أنتوا كويسين؟ النهاردة اجتماع بسيط. يوحنا 14 عدد 16. أنا أطلب من الآب، مش عن الروح القدس بس أنا بحكي معاكم الاجتماع، أنا أطلب من الآب فيعطيكم باراكليتوس. باراكليتوس يعني يأتي بجوارك لما تطلبه، بارا يعني بجوار، كليتوس يعني الذي يطلب، فاسم الروح القدس يأتي بجوارك لما تطلبه. أنا أطلب من الآب فيعطيكم باراكليتوس آخر لذيذ، يسوع لذيذ جدا، يعطيكم معزيا إيه؟ آخر، باراكليتوس آخر، آخر يعني كان في باراكليتوس قبليه. أنتوا موجودين؟ يعني كان في معزي قبليه. مين المعزي اللي قبليه؟ يسوع. إذن يسوع كان اسمه باراكليتوس. كان بجوارهم لما كانوا بيطلبوه. بطرس هو بيغرق صرخ إلى الرب، فرب مد إيده ورفعه، قالوا لماذا شككت؟ لما كانوا بيتزنقوا في الجموع قال لهم ادوني معاكم إيه؟ 5 خبزات سمكتين، حطوهم في إيدي، شارك شكر وبارك وقسم. فيسوع كان بجوارهم، عشان كده حنط عدد 16 و17 وعدد 18 يقول لا أترككم يتامى إني آتي إليكم. يسوع ما جاش المجيء الثاني، لكن يسوع بعث الروح القدس، فالباراكليتوس اللي كان معاهم الاسم يسوع جاء باراكليتوس آخر اسمه الروح القدس هو اللي بيعلن عن يسوع، فقال أنا آتي إليكم. كان بيتكلم على الباراكليتوس الروح القدس، بيتكلم عن نفسه. يسوع لذيذ في، مش بس الروح القدس لذيذ، أوكي. يسوع في أشعية 8 اسمه إيه؟ عجيبا مشيرا، إلها قديرا إيه؟ أبا. فيسوع اسمه أبا، ويسوع هو الإب، ويسوع باراكليتوس. أنتوا كويسين؟ أنا بلعب معاكم، أنا مجرد بلعب معاكم. هو إله واحد؟ بس. فيسوع اسمه أبا أبديا، يسوع هو الإب، لا أحد يعرف أحد الآب إلا الإب، يسوع اللي قال كده. وبعد كده بيقول أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر، يعني هو كان معزي، هيعطيكم معزيا آخر باراكليتوس يمكث معكم إيه بقى؟ بس خلاص. فقصة أنه ينزعه منك دي مش موجودة في العهد الجديد. لو عايز آية كمان من غير ما نفتحها في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني، يقول لك المسحة التي فيكم هي ثابتة فيكم لا ينزعها أحد منكم وهي تعلمكم كل شيء. وبالتالي قصة أن ينزعه منك دي مش موجودة. الروح القدس غريب جدا في العهد الجديد. الروح القدس موجود معاك انت في اوحش حالاتك وانت في احسن حالاتك، ولو بتتحرك مع هبات الروح القدس، غريب جدا الروح القدس بيحرك هباته حتى وانت في اوحش حالاتك، لانك محتاج هباته وانت في اوحش حالاتك. لو انت بتصلي بالروح في اوحش حالاتك يمكنك ان تصلي بالروح. ليه؟ لان الصلاة بالروح بتقوم نقلاك. الروح القدس غريب جدا. انتوا كويسين؟ الروح القدس ما بيفرقكش لحظه، زي ما يسوع ما كانش بيفرق التلاميذ. الروح القدس لا يفرقك، مش بس ده، يسوع كان جنبهم، الروح القدس ساكن فيك، لا ينزعه احد منك. ممكن يحزن، ممكن يطفي،
لكن لا يفارق. ولما بتطفي انت بتحس انك مش مبسوط، بس لما تصلحه، تصلحه ازاي؟ تحب في يسوع، لان الروح القدس بيبقلل لما تحب في يسوع، لانه لما بيطفي بياخد ركن، لا يفارق، بياخد ركن. اول ما بتقوم راجع كده وتقوله بحبك يسوع، حتى لو بتقولها بصوره مش بكامل قلبك، خليني اقولها لك، مش بكامل قلبك، روح القدس بيقوم مساعدك، لانك ما تعرفش تحب يسوع حقيقي الا بالروح. ما خدتوش بالكم، انت ما بتعرفش تحب يسوع حقيقي الا بروح القدس، وروح القدس ساكن فيك عشان تعرف تحب يسوع كويس. فلما بيطفي او بيحزن جواك ما بتعرفش تحب يسوع قوي، بس لما بتدي للروح القدس المفتاح، انا عايز احب يسوع، فروح القدس يقوم مبقلل. فمين يقوم بقلل؟ يقوم مساعدك، يقوم هو ياتي بجوارك لما تطلبه، عايز احب يسوع، روح القدس يقوم نافش مره تانيه لو جاز التعبير، او طالع مره تانيه كالمياه مبقلله مره تانيه، البئر يرتفع مره تانيه علشان تحب في يسوع. عجيب جدا الروح القدس لا يفارق، ما فيش لحظة تحتاجه مش هتلاقيه. شو يسوع قال كده؟ أنا معكم كل أيام. عارف إزاي؟ روح القدس. روح القدس اسمه إيه؟ باراكليت. يسوع اسمه إيه؟ باراكليت. أنا بلعب معاكم، صحصحوا معايا. فالروح القدس اسمه معزي، يسوع اسمه معزي، وبعت معزي آخر، الآب يعطيكم معزيا آخر، ماكث معكم إلى الأبد، ذاك يمجدني، ذاك يذكركم بكل ما قلته لكم. عايز الروح القدس تحرف حياتك، مجد يسوع، كل ما تمجد يسوع، كل ما الروح القدس يجد هو موجود جواك عشان يعمل كده، كل ما تيجي تمجد يسوع، الروح القدس يقوم متحرك، الطيارات بتاعت المية اللي جواك تتحرك. كلكم عارفين الروح القدس مشبه بالمياه أو بالنهر، أو هو اللي قال كده، قال هذا عن الروح القدس لما قال تجري من بطونهم إيه؟ أنهار ماء حية. فالروح القدس مشبه بالأنهار، عايز الأنهار تتحرك، خلي مجد يسوع، لأن الروح القدس دي الأنهار دي بتمجد يسوع. لما الأنهار بتتحرك المعجزة بتحصل. فاكرين الملاك لما كان بينزل أحيانا عشان يحرك المية؟ لما كانت المية بتبقى راكدة ما حدش بيخف، ما فيش معجزة بتحصل. مش بتكلم على الشفة بس، بتكلم على كل حاجة، بتكلم على الإحباط، بتكلم على الفشل، بتكلم على الاكتئاب. لكن لما المية بتتحرك في معجزة بتحصل. لما المية اللي جواك بتتحرك، المية راكدة ولا متحركة فينا؟ الأنهار ماشية ولا واقفة فينا؟ النهر لو ما بقاش متحرك، ما بقاش نهر، بقى بركة، والبركة بتملح، لكن النهر دايما فريش. ومقاصد الرب للروح القدس اللي جواك، ما بقاش بركة لكن نهر، ولأنه نهر محتاج يتحرك، وعشان يتحرك لازم انت تحركه عن قصد. تحركه ازاي؟ عشان الروح ما يطفيش جواك وما يحزنش جواك. تحركه ازاي؟ بتمجد يسوع. وهنا العبادة، ده اللي دخلني في القصة. العبادة هي حركة للأنهار على حياتك تجاه الرب، وحركة من أنهار السماء على حياتك. فبيحصل إنعاش، تحصل معجزة، أجواء المعجزة بتحصل في الاجتماعات بسبب حركة أنهار الروح القدس في الاجتماع. أجواء المعجزة وأجواء التشجيع وأجواء الإبراء بتحصل في اجتماعات بسبب كل واحد وواحدة هنا عابدين للرب، محركين الأنهار بتاعت الروح القدس من داخلهم تجاه الحضور الإلهي، ومستقبلين أنهار نزلة من الحضور الإلهي على حياتهم. ولأن في مية متحركة في الاجتماع، أي حد بيتواجد في وسط مثل هذه الاجتماعات اللي فيها مية متحركة بيلمس مية متحركة، بتحصل مع حاجات. لأن كل من كان يلمس المية اللي محركاها السماء كان بيحصل معاه حاجة. أنا اديت لكم مفتاح بس انتوا مش واخدين بالكم. وبالتالي الروح القدس غريب جدا، ما أعرفش أنت بتحب الروح القدس ولا لا. الآباء علمونا إن احنا نكلم الروح القدس، نسجد للروح القدس، نمجد الروح القدس، لأن الروح القدس هو ربنا. الروح القدس مش قوة طايرة في الهواء، الروح القدس مش إضافة على ربنا. روح القدس مش كماليات، روح القدس مش 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 حاجه نحطها على جنب، الاب والابن والروح القدس.
لا ده إله واحد نسجد له، ونؤمن بالرب الروح المحي نسجد له، ده الرب الروح نسجد له ونمجده. ولو متلخبط كان بيتكلموا على مين، يقول لك مع الآب والابن، يعني نسجد للروح القدس ونمجده مع الآب والابن، ده قانون الإيمان. حد مسيحي هنا؟ وبالتالي ببساطة علاقتك مع الروح القدس يجب أنها تكون علاقة حميمة، لأنه غريب جدا. ما عرفش أنت بتدرك ده ولا لا. في أوحش حالاتك يمكنك أن تصلي بالروح، دي مش معجزة؟ أنه موجود في أوحش حالاتك ومستعد أنه يدخلك في أعماق، ومستعد أنه ينقلك من أوحش حالة لأفضل حالة، لأنه بيصلي في داخلك وبيشفع كما هو في مشيئة الله من أجلك، وبيصلي بيتحرك بيحرك المية جواك. تقول لي لو ما بصليش بالروح ولا حاجة، مجد يسوع، مجد يسوع، قول يسوع بمجدك في أوحش حالاتك، قول يسوع بمجدك، هتلاقي روح قدس بيبقلل. لما غنوا للبئر المشتهى ارتفعت المياه، ارتفع يا أيتها المياه، بئر حفرها شرفاء بصولجان. أمين. أوكي. تعالوا نروح بقى الآية. قال يعني كل كنا بنقوله ده ما كانش آية. صميل الأول صح 7. كلكم عارفين اجتماع الاثنين يميل للدراسة شوية، فأنا هاخد راحتي شوية. هو مربوط الاجتماع النهاردة بالحاصل في الاجتماعات من كلامنا عن مصر وكلامنا عن الأربع اللي فات. لو أنت ما بتحضرش اجتماع الأربع شجعك تسمعه على النت أو على الموقع. فهو مربوط مش عن مصر الاجتماع عننا، لكن هو مربوط روحه عننا وعن النقلة اللي رب عايز يعملها في حياة كنيسة الرب في هذا الزمن لتواجدها في وتأثيرها في بلاد. هبتدي يعني هاخد راحتي شوية، كنت هعمله اجتماع قصير في الأغلب مش هيبقى قصير. جاء أهل قرية عريم وأصعدوا تابوت الرب. جاء أهل قرية عريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة، وقدسوا إليعازر ابنه لأجل حراسة تابوت الرب. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية عريم، ودي الآية اللي أنا عايزها، كان من يوم جلوس التابوت في قرية عريم أن المدة طالت 20 سنة. تابوت الرب هو الحضور الإلهي. القصة دي حصلت بعد ما فاكرين لما التابوت سلبه الفلسطينيين وعدى على قرية بيت شمس، وقصص اللعنات والضربات اللي حصلت على قرى الفلسطينيين في ذلك الزمان، وبكى استرد التابوت. فجاء أهل قرية عريم لما الفلسطينيين رجعوه على العجلات، فجاء أهل قرية عريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة. آية 2 آية كارثة، إنه حطوا تابوت العهد في بيت أبي نداب ونسيوه هناك. يعني حضور ربنا أخذ حتة صغيرة قعد فيها ونسيوه هناك. ويقول لك إيه؟ أن المدة طالت. طالت قد إيه؟ 20 سنة. ليه؟ كان في حاجات تانية مهمة بتحصل. النتيجة ناحة كل بيت إسرائيل وراء الرب. لما تابوت العهد ما ياخدش مكانه الدنيا ما بتمشيش كويس. لما تحطه في مكان في خن في حتة وتسيبه هناك وتنشغل بأمور تانية ما فيش حاجة بتمشي كويس. استرد تابوت العهد، رائع، حضور الرب في وسطينا رائع، بس حطوه في حتة صغيرة. فالمدة طالت وتابوت العهد موجود في بيت أمينداب قعدت 20 سنة. على فكرة 20 سنة ده كان ملك شاول كمان.
فكين لأن داود بعد ما شاول خلص فكين قالوا هلوما نسترد، فاكرين تابوت عهد الرب، فطلعوا أول مرة جابوه على عجلات. وهنا تكتشف هما جابوه على عجلات ليه. انتوا موجودين؟ جابوه على عجلات ليه؟ عشان الفلسطينيين جابوه على عجلات. الفلسطينيين أهل بيت شمس حطوا تابوت العهد على عجلات ورجعوه لشعب الرب. فلما جاء داود في أول مرة يجيب تابوت عهد الرب من بيت أبي نداب عشان يدخله في صهيون، جابوه على عجلات، ما هي مشيت مع الفلسطينيين. اللي بيمشي مع الفلسطينيين ما يمشيش مع داود. حد مسيحي هنا؟ اللي بيمشي مع الشعب، اللي بيعدي مع الشعب ما بيعديش مع داود. أمام أعين جميع الشعب أتمجد، لكن في القريبين مني إيه؟ أتقدس. ممكن نقفل الباب بالمفتاح؟ ففي القريبين مني أتقدس. مع داود ما ينفعش التابوت يتشال على عجلات. عجلات لو مش فاهم يعني إيه عجلات، يعني كاريتا، عربية بعجل. فالفلسطينيين لما رجعوا تابوت عهد الرب للشعب رجعوه على عربية بعجل ومشيت. فلما داود والمدة قعد 20 سنة تابوت العهد في بيت أبي نداب كل ملك شاول، نشكر ربنا تابوت عهد الرب عند بيت أبي نداب كويس، نشكر ربنا وباسين إيدينا وشه وظهر. لكن لما داود جاء يملك قال لازم نرجع الحضور الإلهي في الوسط، لازم نرجع الحضور الإلهي في صهيون. فأول مرة جاي يعملها عملها بطريقة الفلسطينيين، بس اللي مشي مع الفلسطينيين ما ينفعش مع داود. اللي بيمشي مع العادي ما ينفعش مع اللي بيقتربوا من الرب. في القريبين مني إيه؟ أتقدس. فالرب يتوقع مستوى أعلى من الحضور الإلهي على القريبين منه أكتر من الناس. اوعى تقارن مع حد اسمه بيحضر اجتماعات وتقول ما هي ماشيه معاه ما نعمل زيه، لانه ممكن يكون ربنا شايفه واحد من الناس وشايفك من القريبين منه، فاللي مشي مع غيرك بيموتك. ما اقصدش انه بيموتك يعني تموت، لكن احد فاهم حاجه؟ اللي مشي مع غيرك وشايف مؤمن تاني بيعمله ما بيمشيش معاك. ليه؟ لأنك انت مدعو القداسة أعلى. والكارثة إن القريبين من الرب يمشوا بستاندرد أو بمقاييس أقل فيعثروا اللي بيتفرجوا عليهم. لما بولس جاي يتكلم عن إرساليته أو وظيفته الرسولية قال الرب قد جعلنا منظرا للناس وللملائكة. يعني إيه منظرا للناس والملائكة؟ يعني فرجة. يعني ما ينفعش نعيش عادي، كل أشياء تحل لي لكن ليس كل أشياء إيه؟ توافق. ليه؟ لأنه ما ينفعش اللي بيحصل مع الفلسطينيين يحصل مع داود، ما ينفعش اللي بيحصل إن شعب الرب. إن شعب الرب يبكي على أولاد هارون وهارون يبكي على أولاده، برغم إن أهم واحد يبكي على أولاده هو هارون لأنه دول أولاده، وشعب الرب ما لهمش دعوة بأولاده. فالرب قال له خلي الشعب يبكي لكن انت يا هارون ما تبكيش. ليه؟ لان دهن المسح عليك، لان في القريبين مني اتقدس. لو بكيت زي بكى الشعب ما ينفعش. فالرب بيدعوك مش بس انك تجيب حضور او مش تجيب، يعني انك تهتم من حضور مده ما تطولش. لحضور الرب موجود في ركن صغير لكن بياخد المكان الأساسي بتاعه، والرب حريص أنك تتعامل معاه بقداسة، تتعامل معاه مش زي ما العالم اللي حواليك بيحصل، زي ما العالم حواليك بيعمل.
وده بيحتاج نقلة. يعني ايه نقلة؟ يعني مستوى من النذورية ومستوى من التخصيص ومستوى من الانفصال، ده اجتماع الأربع، مستوى من الختان أعلى من الناس اللي حواليك. تقول اشمعنى أنا؟ أقول لك اشمعنى أنا، دي كلمة بتقول إنك مش فاهم حاجة. ليه؟ لأنه أي امتياز إن ربنا يقول لك أنت أنا عايز منك تكريس أعلى. أنت فاهم يعني إيه ربنا يقول لك أنا عايز منك تكريس أعلى؟ يعني عايز أقربك أكتر. أي امتياز ده 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 يوم السعد، يوم المنى، يوم الهنا، يقول لك الأشياء دي لا تحل ليك اللي كانت بتحل أول امبارح. حد مسيحي هنا؟ فاللي كان بينفع امبارح ويربي يجي يقول لك ما ينفعش النهارده، اتنطط في اوضتك ليه؟ اكيد حصل ترقيه في حياتي، لان كان بينفع امبارح بس ما بينفعش النهارده، يبقى حصل ترقيه في حياتي. فشمعنى انت عشان تقارن نفسك بحد في قداسه اقل؟ دي جمله غبيه مننا. ده المفروض اللي عايش في قداسه اقل يجي يقول لك اشمعنى انت ما بتعملش اللي انا بعمله؟ انا بكلم حد او بكلم الهواء. فلذلك كان موجود في هذا الزمان واحد بني ادم اسمه صميل، لان في اشخاص في الكتاب المقدس محتاج ترقيه تحصل في الحياه الروحيه، لازم تحطهم، مش تحطهم يعني تجيبهم تاني، لكن تحطهم يعني تحط هم بيمثلوا ايه والتكنولوجي بتاعتهم في حياتك عشان تحصل النقله. صميل كان احد هؤلاء الاشخاص اللي بياتوا على مرحله روحيه ويعملوا لها نقله. احنا في الزمن ده والرب بيدور على صميل فينا، لانه جاي يقول انا عايز اعمل نقله، لانه مستوى الحضور الالهي مش باخد يعني من الايه بس، مستوى اللي انا دعيكم ليه محتاج قداسه اكتر. اي امتياز يعني اللي كنت بعمله امبارح مش هينفع اعمله بكره، وده امتياز غير عادي، محتاج اتنطط واقول له اشكرك 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 اني مش هعرف اعمل اللي كنت بعمله بكره امبارح. ليه؟ لانك انت بتدعوني الحته ان اقترب فيها اكتر، وبالتالي ليس كل شيء يوافق. فانا بتحط في حته منظرا للناس، بتحط في حته، مش بكلم نفسي، بكلمكم يعني. اخر ايات في نفس الاصحاح عدد 15، قضى صميل لاسرائيل كل ايام حياته. قضى يعني صميل كان قاضي الحقيقي الحقيقي. صميل مكانه في سفر القضاء، ان صميل كان من قضاة شعب الرب. فاكرين دبورة؟ فاكرين شمشون؟ كل دول كانوا قضاة. صميل في المستوى ده، لكن صميل كان قاضي، لكن حصلت النقلة بسبب وجوده. فصميل كان آخر قضاة الشعب، يعني المفروض كان يتحط في آخر سفر القضاة، بس كان أول أنبياء الشعب، أو أول أنبياء بمعنى أول حد فتح المسحة النبوية على الشعب في العهد القديم بصورة ثابتة. أكمل. قضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته، كان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل وجلجال والمصفاة ويقضي، يعني كان بيعدي على المدن عشان هو القاضي، ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع. وكان رجوعه إلى الرامة لأن بيته هناك، وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مذبحا للرب. فصميل مرحلة متوسطة، صميل هو التطور من القضاة إلى الأنبياء، صميل هو تكنولوجي النقلة، هو النقلة الروحية.
لو أنا مكانك أو ده اللي حصل معايا، أول ما ربنا كلمني عن صميل حبيت صميل للآخر. ليه؟ لأنه صميل بيقول لي ده التكنولوجي بتاع أي نقلة في حياتي من مستوى المستوى. مستوى القضاء لما كان بيبقى فيه قاضي كان بيبقى يحصل حاجة حلوة، وأول ما القاضي ده يموت الدنيا كلها تبقى وحشة. بس ده نوع حياة، مستوى معين، في حاجة مشجعاني أنا متشجع، في حاجة مشجعاني أنا محبط، في حاجة روحية حصلة في حياتي أنا في ملء القداسة، في حاجة روحية حصلة في حياتي أنا في ملء السقوط. ده سفر القضاء. صميل هو النقلة من حالة زي كده فيها تذبذبات إلى حالة نبوة مستمرة، حاجة اتثبتت في الأرض، حاجة استقرت على شعب الرب اسمها أنبياء. كل بقى بنوا الأنبياء، كل الأنبياء اللي خرجوا كلهم تلامذة هذه النقلة الروحية للسقف من النبوة. فتحوا صموئيل على شعب الرب. كان في أنبياء قبل كده، بس كلهم إيه؟ رامبو، يعني كلهم إيه؟ وان مان شو، حاجات بالإنجليزي كلها. يعني كلهم كل واحد على دماغه. من صميل الموضوع ما بقاش واحد كويس او واحد نبي بيقول حبه كلمه نبويه وبعد كده ما تلاقيهوش، لا، بقى حاجه مستقره، استقرت الروح القدس سكن. فصميل كان تكنولوجيه النقله. ولما تبص على صميل، كلكم عارفين قصه صميل، مش حاجه اقولها بقى. ده حنه اللي كانش فاكرين حنه، عارفين حنه اللي ما بتخلفش، اللي قالت له انا بعطيه نذيرا للرب، اعرضته للرب. فصميل نذير للرب، معطى، معار للرب، ملك للرب. كان في عالي الكاهن اللي هو اعلى من صميل، لكن صميل ما كانش بيبص لقداسة عالي وولاد عالي ويعمل زيهم. إن شاء الله تكونوا بخير. يا ما ناس بتبص، طب ما هو الخادم الفلاني بيعمل كده فخلاص يبقى أنا أعمل كده. ملكش أنت دعوة، اتبعه أنت، اتبع الرب أنت. ليه؟ لأن لو عدت مع هذا الخادم، لأنه هو في الأغلب بعيد، ربنا مش عايزها تعدي، مش البعيد يعني، مش هتعدي معاك أنت لأنه عايزك قريب. تقول إزاي ده خادم؟ ما تحكمش بالمناظر، اتبعني أنت. مش هو يسوع اللي قال كده؟ فيسوع بيعدي عليك أنت وعلى حضرتك أنت، اتبعني أنت. طب انا مش مرتاح نعمل كده، بس شفت خادم بيعمل كده، اوعى تعمل اللي الروح القدس بيحذرك منه، بيعمل فلاش جواك ويقول لك اوعى تعمل كده. طب ما فلان بيعمله، مالكش دعوه. ما الفلسطينيين ما مشوا تابوت العهد على عجلات، بس لما داود مشى تابوت العهد على عجلات عزة مات. مش معنى ان حد مشي على عجلات انك انت تمشي على عجلات، لان في القريبين مني اتقدس، لان تابوت العهد لازم يتشال على الاكتاف. فصميل تكنولوجي النقله ما بين مستوى ذبذبه ومستوى كلمه الرب المفتوحه. وانا عمال بقول بقالي اسبوع في الاجتماعات من 2 ل4 لسبت ان كلمه الرب قريبه. ده الزمن، سماع الصوت قريب، زمنك تسمع صوت الرب قريب جدا، في اوضتك، في عربيتك، في مواصلاتك، في مشاويرك، في الاجتماعات او في البيت. صوت الرب قريب، للي عايز يسمع صوت الرب قريب، ميل ودانك واسمع، اسال، اطلب، اسال، اسالني فاخبرك بعجائب وعوائص لم تعرفها. وبالتالي صوت الرب قريب، فميل ودنك، ميل ودنك. لأنه صميل نقلة من مرحلة تذبذبات إلى مرحلة الصوت، والصوت ده بيثبت الشعب، لأن صميل كان نذير للرب، نذير للرب. فمش بيقارن نفسه بقيم أو بمقاييس أو بمقاسات عالي أو ولاده، لكن أنا كان يقولك أنا يخدم الرب في الهيكل مع عالي. يعني عالي ده بيخدم حاجة تاني، ده عالي ده رئيس الكهنة، ده الأبهة بتاع الزمن، أوكي. بس لما تعالوا نبص على صميل، أنتوا كويسين؟
صميل الأول ثلاثة. كان الصبي صميل يخدم مين؟ عالي؟ لا، كان بيخدم الرب. كان الصبي صميل يخدم الرب أمام عالي، بس التكنولوجي بتاعت عالي كانت كلمة الرب إيه؟ عزيزة في تلك الأيام، لم تكن رؤية كثيرة، يعني ما فيش صوت، ما تسمعش حاجة، تشوفش حاجة. وكان في ذلك الزمن علي مضطجعا في مكانه، وعينيه ابتدأ تضعفان فلم يقدر أن يبصر، فولا تسمع ولا تشوف. دي التكنولوجي. بس في واحد اسمه صميل، صميل ده النقلة. ما هو لو سمعت وشفت مش هتبطل متزبزب، لكن بتحصل النقلة اللي بتفتح موسم جديد للأنبياء. صميل كان نبي. تقول لي هو صميل كان قاضي ولا صميل كان نبي؟ أقول لك صميل آخر القضاء وأول الأنبياء كمستوى روحي. فصميل حلقة المتوسطة. كلكم عارفين بقى قصة صميل. صميل ويروح لعالي بتنادي عليه، ما بناديش عليك، وينام ويصحى، وبقى يقول له تكلم يا رب، فتكلم الرب. عدد 19، كبر صميل وكان الرب معه، لم يدع شيء من جميع كلامه يسقط إلى الأرض. يا من 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 سيستم عالي اللي مفهوش صوت ومفهوش شوفان، إلى 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 هذا النذير اللي مفيش كلمة بتقع. عرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد أؤتمن صميل نبيا للرب. ده اللي هو كان بيقضي، بس نبيا للرب. وعاد الرب إيه؟ يتراءى، مش بس بتسمع لكن بتشاف في شيلو، لأن الرب استعلن لصميل في شيلو بكلمة الرب. صميل هو النقلة، والنقلة مربوطة بالنذورية، مربوطة أني مش بقارن نفسي بستاندرد أو بمقاييس قداسة أو بأفعال آخرين. النذورية مربوطة والستاندرد مربوط بالدعوة اللي دعانا الرب ليها في هذا الزمن. دعا كل واحد واحدة هنا للوقفة للنذورية المختلفة. عارفين مين كان زيه؟ تعالوا نروح للوقا. لوقا، انتوا كويسين؟ مش كويسين؟ طيب. لوقا واحد. لوقا واحد. لوقا واحد ده مين؟ ده زكريا الكاهن، زي عالي كده بالظبط، مع احترامنا يعني لزكريا. ظهر له ملاك الرب، عدد 11، واقفا عن يمين مذبح البخور. لما رأى زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. قال له الملاك: لا تخف يا زكريا، البطل قد سمعت، امرأتك إليصابات ستلد لك ابنا تسميه يوحنا، يكون لك فرح وابتهاج، كثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب، خمر ومسكر لا يشرب. دي مواصفات النذير، دي شريعة النذير. ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب أباهم، ويتقدم أمامهم بروح إلي وقوته، ليرد قلوب الأباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. قال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ إيش يضمني؟ أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. أجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل يا حبيبي. مش موجود عندكم يا حبيبي؟ أنا جبريل الواقف قدام الله. ما عرفش قالها بالتون إزاي، متهالي التون كان حاد شوية. تعرف أنا جاي من فين؟ أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، ها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي. تعالوا نرجع. فكلام كلام جبرائيل لزكريا إن يوحنا هيبقى بشريعة بنفس التكريس بتاع النذير. ما عرفش تاخد بالك ولا لأ. أرى لك آية كمان. طيب، وهنرجع لآيات اللي احنا فيها. عدد 80 من صح الأولاني. خلينا نبتدي من سوري مش عدد 80، عدد 76. انتوا كويسين؟ احنا بندرس. انتوا نمتوا؟
معلش ده اجتماع دراسي، اللي عايز يبقى يجي اجتماع الاربع اجتماع دراسي. عدد 76، انت ايها الصبي نبي العلي تدعى. ده ايه؟ ده يوحنا. فيوحنا كان نبي، ده يسوع نفسه شهد عليه في متى 11 انه اعظم الانبياء، لا يوجد نبي اعظم من يوحنا. اذا اتاري ليفل النبوه اللي كان شغال قضاه مع صميل، اخر قاضي كان صميل واول نبي كان صميل، ليفل النبوه فضل ماشي ماشي بقى اشعياء ارميا حزقيال وعاموس وكل دول ماشيين لغايه مين؟ يوحنا. بس يوحنا كان اخر هذه المرحله النبوه. ليه؟ لان الاعظم في الملكوت، سوري، الاصغر في الملكوت اعظم من مين؟ من يوحنا. فالخط الروحي كان شغال قضاء قضاء قضاء، وبعد كده جاء صميل، صميل أم بوم رفع مستوى الحضور إلى مستوى أنبياء 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 لغاية يوحنا جاء يوحنا وعمل بوم إلى مستوى الملكوت بوجود يسوع، وكان هو يقول ده الملك المرسل أمام وجهي. فيوحنا هو نهاية مرحلة الأنبياء وبداية مرحلة الإرسالية أو المسحة الرسولية. فيوحنا تكنولوجي نقلة تانية، صميل تكنولوجي نقلة من قضاء إلى صوت وشوفان، يوحنا تكنولوجي نقلة من وعود إلى تحقيق، والاثنين نذير للرب. حد فهم حاجة؟ أوكي. أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طريقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. عدد 80، أما الصبي فكان ينمو وتقوى بالروح وكان إيه؟ في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. أخونا يوحنا ما ترباش في بيت زكريا وإليصابات، الصبي في البراري إلى يوم ظهوره، ظهور مش ظهور يسوع، ظهور يوحنا. الصبي كان ينمو وتقوى بالروح في البراري إلى يوم ظهوره. ليه؟ لأن يوحنا نذير للرب، مش متربي في بيت العيلة. زي ما صميل ما ترباش في بيت العيلة، يوحنا ما ترباش في بيت العيلة، ودي أحسن حاجة، لأنه كان بتربى في بيت زكريا وإليصابات ما كانش زمان مستخدم. مع احترامنا طبعا زكريا وإليصابات لما نشوفهم في السماء. صميل ما ترباش في بيت حنة، وزكريا ما ترباش في بيت زكريا، سوري، ويوحنا ما ترباش في بيت زكريا وإليصابات، لأن هم منفصلين. نذير للرب، نذير للرب، أعارته، حنة أعارته للرب. فما تربى صميل ما ترباش في بيت القانا وحنة، ويوحنا ما ترباش في بيت زكريا وإليصابات. ده خليني أقول لك حاجة كمان لذيذة، ما أعرفش خدت بالك منها ولا لا، في الآيات اللي هنقراها في لوقا واحد، تعالوا نرجع تاني لوقا واحد. والملاك قال له أنا جبرائيل يا حبيبي، بيقول له إيه؟ بيتكلم عن يوحنا، يتقدم أمامه بروح إلي وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاء إلى فكر الأبرار. هو دي ده الوعد؟ فاكرين الوعد ده جاي من ده مين؟ ده في ميخا عن إلي. مسحة إلي بترد إيه؟ ترد قلوب إيه؟ الآباء إلى الأبناء، وإيه؟ والأبناء إلى الآباء. لا ما تخدونيش، دي آية معروفة أو محفوظة. الملاك ما قالهاش، قال نصها بس. مش موجودين أنتوا، لازم يكون معاكم الإنجيل بقى عشان هقرأ لكم الآية من غير ما تفتحيها، ما تفتحهاش. ملاك 4، أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم المخوف، فرد قلوب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم. أخونا ميخائيل، أخونا جبرائيل، لخبطوني كلها، قال الآية مظبوط؟ قال نصها، قال الحتة بتاعت مين؟ تحت الآباء، علشان مين؟
عشان زكريا مش مصدق. زكريا مش أب. زكريا مش مصدق البنوة اللي هتنطلق من على حياته. فقال له أنا حأأتي بروح إلي على يوحنا ابنك فأرد قلب الآباء اللي زيك للأبناء. بس ما قالش أرد قلب الأبناء إلى أبائهم، لأنه ده متحقق في يوحنا. ياما في ناس مش مصدقة إنها هتورث أمور روحية لناس تانية. أنا بكلم ناس هنا، فما تبصش حواليك تقول مين دول. يوحنا بيقول أنا سوري في لوقا واحد، جبرائيل بيقول أم قال نص الآية، برغم أن يوحنا جاب روح إلي وروح إلي بترد قلب الآباء للأبناء وقلب الأبناء إلى أبائهم. لما جاء جبرائيل يكلم زكريا قال له يوحنا سيأتي بروح إلي اللي بيرد قلب الآباء للأبناء، وما كملش، لأن زكريا هيسكت بعد شوية. زكريا مش مصدق ان ممكن تتنقل ليه حاجة روحية. هو زكريا متدين رئيس كهنة بيخش وبيكهن قدام الرب زي حضرتك وحضرتك بتحضر اجتماعات وبتصلي وبقالك سنين مؤمن للرب، بس مش مصدق انك تورث امور روحية لحد تاني. فانت مش اب، والرب يقولك انا برجع قلوب الاباء عشان يورثوا حاجة للولاد حتى لو مش مصدقين، او صدقوا انكم تورثوا حاجه لناس حواليكم، صدقوا انكم تكونوا منظرا لناس حواليكم، صدقوا ان مستوى القداسه لازم يتنقل في حياتكم علشان في القريبين منه بيتقدس فبيطلع اولاد. اي امتياز يجي ربنا يقول لك اللي كان بينفع امبارح ما ينفعش معاك بكره، اي امتياز. ليه؟ لانه كده هيأتمن انك تبقى اب. يعني ايه اب؟ ما اقصدش انك تخلف بطريقه جسديه او تخلفي بطريقه جسديه بس، لكن بيأتمن انك تورث حاجات روحيه لناس ثانيه. ليه؟ لانهم بيروا مقياس اعلى من نفسهم، فبيروا نذوريه، فبيروا نقله، فبيروا حاجه يطلعوا لها. مش عادي بقى احنا كلنا مؤمنين بنعجن مع بعض. تعرفوا مؤمنين بيعجنوا؟ وتلاقي واحد بيعجن، فطالما المؤمن ده بيعجن يا عجن انا كمان، فنقعد نعجن مع بعض. يجي واحد جديد بقى حار للرب، بحبك يسوع بحبك يسوع، ويخش الاجتماعات جديد فرحان قوي بيسوع، يلاقي المؤمن بيعجنوا، اه المؤمن بيعجنوا، يقعد يعجن معاهم. فالقداسه العاليه والفرح العالي يتحجن او يتطرمخ مع اللي بيحصل. ليه؟ لان المؤمن بيعجنوا. ليه؟ لان هم بص كل واحد بص لبعده وحطوا نفسهم في اوطى ستاندرد. ايه اوطى ستاندرد في الاجتماع؟ طالما مؤمن وعايش على المستوى ده تعال نقعد جنبه، ما همشي معاه حلاوه اهو. والرب يقول حبيبي انا حد فاهم انا بشوط في ايه؟ بسبب هذا الجداد اللي جايين حارين بيبردوا، وبسبب هذا ربنا ما بيعرفش ينقل نقلات روحيه، وبيستمروا كثيرين في سفر القضاء يتشجعوا لما يحصل حاجه ويقعوا لما ما يحصلش حاجه. وما بتحصلش تكنولوجيا صميل وتكنولوجيا يوحنا اللي بتعمل نقله روحيه عشان ترفع مستوى القصد الالهي عشان توصل بالشعب الحته. ليه؟ لان صميل ويوحنا هو مستوى من النذوريه بيخلي حاجات ما تنفعش، خمرا ومسكا لا يشرب. بالمناسبه الخمر في العهد القديم ما كانش يعني بيروحوا بار ويقعدوا يضحكوا ويشربوا. الخمر في العهد القديم ده كان الطبيعي بتاع الشرب. ليه؟ لأنهم كانوا بيزرعوا كروم فبيزرعوا حنب، وكان الطبيعي بتاع حياتهم أنهم كانوا بيشربوا خمر. الفصح ده كان خمر، الطبيعي أنهم يشربوا خمر، ممنوع يسكروا بس كانوا بيشربوا خمر. تشربوا كوكاكولا؟ حد هنا بيشرب كوكاكولا؟ الكوكاكولا وقتها كان خمر، ما كان شركة كوكاكولا ابتدت. حد فاهم حاجة؟ فلما قال خمرا لا يشرب مش معناه انه لازم طبعا احنا لا نشرب الخمر لا نذوقها. القصة مش كده، ده كان شيء بيحل في ذلك الزمان، وربنا بيقوله اللي بيحل الآخرين لا يحل لك لأنك نذير. عشان كده ما كانش بيقص شعره، كان كل الناس بتقص شعرها، بس هو ما كانش بيقص شعره. ليه؟ لأنه كان نذير للرب.
فلما حد يلاقي شعره طويل، حد يبص على حد يلاقي شعره طويل يعرف ده نذير للرب، ده علامة للرب، فيبصوا على الستاندرد، بيبصوا على ستاندرد أعلى. كل الناس بتقص شعرها ما عدا ده ما بيقص شعره، كل الناس بتشرب خمر بعد ما يأكله لكن ده ما عدا ليه قاعد في السينما ليه؟ أصل ده نذير للرب، فالستاندرد باصص لفوق منظرا للناس والملائكة. مش طالما في مؤمن بيشرب خمر كلنا نشرب ما اقصدش يعني اتكلم على اي حاجه، مش اتكلم على الخمر، طالما في مؤمن بيشرب خمر وماشي معاه ومتبارك يا عم ما نشرب معاه. لا يا حبيبي لا، لان في حاجه اسمها نذير، والنذير بينقل بيعمل نقله فبيرفع المستوى، ففي حته تانية خالص، ففي كلام بيتغير، في حاجات كانت بتنفع امبارح تقول لي كانت ماشيه امبارح وزي الفل، بس افرح جدا لان مش هتمشي بكره. فجاء وقت انك تصدق انك ممكن تورث حاجه روحيه لحد حواليك. زكريا كان محتاج يسمع كده، عشان كده انت تكون صامتا وتقدر ان تتكلم لانك اب، بس مش اب. اوكي، عشان الوقت اوقف نفسي. عاموس في سفر نبوي اسمه عاموس، عاموس 2 آية صغيرة. عاموس يميل لأنه سفر من أنبياء اللي فيها أنبياء الصغار، بس أنبياء فيها قضاءات كتيرة، بس أنا هاخد حتة آية صغيرة من النص. عاموس 2 عدد 9 الرب يتكلم: أنا قد أبت من أمامهم الأموري. أموري، ربنا هنا منشأ على الأموري، عشان الأموري كان من القوات الصعبة قوي، القوات اللي كانت بتخنق الشعب في ذلك الزمان وتخليه واقف في نفس الحتة. فالأموريين كان من الشعب اللي التكنولوجي بتاعتهم بتوقف التقدم. فبيقول له أنا قد أبت من أمامهم الأمور الذي قامته مثل قامة الأرز، يعني وهو قوي كالبلوط، فهو مرتفع جدا وصلب جدا. أبت ثمره من فوق وأصوله من تحت، يعني الجذور اللي هو ضارب فيها والثمر اللي هو طالع فوق، الأرز الطويل والقوة كالبلوط. أبت الأمور أصعدتكم من أرض مصر، سرت بكم في البرية 40 سنة لترثوا أرض إيه؟ أراضي إيه؟ الأموري. مرة تاني أمراجع للأموري، لأن الأموري هو الحاجة اللي بتخليك في نفس المستوى الروحي. بقى يقول لك الآية اللي جاية، وأنا في رأيي الشخصي الآية اللي جاية هو التكنولوجي إزاي بتتنقل. أقمت من بينكم أنبياء ومن فتيانكم نذيرين. دي التكنولوجي، في صوت وفي نذورية بتعمل نقلة، فالأموري بيقع. أنتوا موجودين؟ أقمت من بينكم أنبياء ومن فتيانكم نذرين، أليس هكذا يا بني إسرائيل يقول الرب؟ أنا برفع المستوى بتاع النذرية، برفع مستوى التكريس وبديكم صوتي. ده معنى الآية. لا خلي أحطي الآية أهي. بديكم صوتي وبرفع مستوى التكريس، أليس هكذا يا بني إسرائيل يقول الرب؟ بص الآية يقول إيه؟ لكنكم سقيتم النذيرين إيه؟ خبر. يعني خليك عادي زينا، او النذير يبص ويلاقي ما هو باقي الناس عايش عادي والدنيا ماشيه معاها قلصته، فخلاص فيقوم منزل مستوى التكريس. سقيتم النذيرين خمرا واسيتم الانبياء قليلا لا تتنبأ، لان التكنولوجيا بتاعت النقله للانتصار على الاموري هي الانبياء والنذيرين. تقول احنا ملنا بالنذيرين، اقول لك حبيبي هو يعني ايه ملح؟ أنتم ملح؟ دي آية في العهد الجديد. الملح يعني إيه؟ يعني انفصال عشان تعمل طعم. عارف يعني إيه نذير؟ يعني انفصال عشان يتراءى مجد الرب. دي كلمة نذير، يعني مختلف ليتراءى مجد الرب عليه. بالمناسبة كلمة نذير هي كلمتين في العبري، مش كلمة واحدة الحقيقة. حتى العربي الحقيقة عنده الكلمتين، بس بنتصور إن الكلمة الثانية ملهاش دعوة بنذير، بس هي ليها دعوة بنذير. طبعا انتوا ما فهمتوش ولا حاجه من اللي انا قلته دلوقتي، بس هشرح لكم. عارفين كلمه نزار؟ تعرف واحد اسمه نزار؟ اوكي، نزار هي نفس الجذر العبري لنذير. فنذير ونزار بيحملوا نفس المعنى، قريب من بعض جدا، والاثنين في العبري نفس الطريقه، نزار ونذير. نذير يعني مفصول لمجد الرب، نزار يعني مقدس أو مرتفع للسلطان.
انتوا تجننوا جمال. منظرنا كده عاملين زي مؤتمر اللاهوت، كان المفروض تكتبوا وراي. بالمناسبة المؤتمر 1 سبتمبر، خميس جمعة سبت، مش اللي جاي اللي وراه. بالمناسبة الحجز اتملى، لكن اللي عايزين يحجزوا مواصلات كل يوم شغالة موجودة. رجوعا مرة تاني، فنذير ونذار كلتين بيحملوا بعد الانفصال، إما من أجل مجد الرب أو من أجل الحكم. فنذار هو ارتفاع من أجل الحكم، نذير هو انفصال من أجل المجد. بالمعنى بالبساطة يعني إيه؟ هو مقاييس انفصال عن مقاييس العالم عشان مقاس الرب يجي علينا. انفصال عن المقاييس الطبيعية عشان مقاييس السماء تيجي عليه. فهو ده نذير، هو ده ملح. فلما الرب قال أنتم ملح الأرض، لو فسد الملح بماذا يملح يطرحونه ويداس من الناس، كان بيتكلم ان احنا كلنا نذير ونذار، مفصولين لمجد الرب ومخصصين للسلطان. انتوا موجودين؟ اوكي. فالرب بيعمل ايه لما ينتصر على الاموري؟ بيقيم انبياء وبيقيم نذيرين. ده عدد 11 عموس. علشان كده اوكي تعالوا، عارفين انا محتاج اختم عشان وشكم مشجع. سفر العدد صح 6 هو شريعة النذير. اللي بقى ما يحلقش شعره، فاكرين بقى شمشون اللي ما يحلقش شعره؟ لانه بسبب هذا الستاندر، بسبب هذا المقياس، انه ما بيعملش زي باقي الناس، قوته في المقياس الجديد. مش ان شعره كان حليوة فكان، حد فهم حاجة؟ شعره كان علامة نذريته. ليه؟ لأن ده المقياس المختلف عن المقاييس الطبيعية في ذلك الزمان. الموضة وقتها كانوا بيقصوا شعرهم. عارفين الموضة دي كانت جاية من فين؟ عارفين انه قبل في موسم ما كانوش بيقصوا فيه شعرهم؟ هما في يوم من الأيام حد اكتشف انه محتاج يقص شعره. انتوا تجننوا جمال. امتى اخترعوا قص الشعر؟ مش عارفين ولا انا، لانه مش مكتوب كتاب مقدس، متلاقيش. بس اكيد في يوم من الايام، انا معاك، انا بتكلم بجد، في يوم من الايام اكتشفوا لازم نقص شعرنا، صح؟ اكيد ادم وحواء في يوم اكتشفوا انه لازم نقص شعرنا. ما شافوش حد بيقص شعره قبل كده. ماشي. الأمم، شعب الرب ما كانش بيقص شعره. الأمم الشعوب التي لا تعبد الرب هي اخترعت قص الشعر. تقولي دي موجودة؟ أقول لك دي موجودة في كتاب مقدس، يقول لك الأمم حليقي الشعر. فالآية بكل وضوح، الذين يحلقون شعرهم مستديرا. إيه؟ الآية بكل وضوح إن لما الرب جه يشاور على شعب الرب، على الأمم، قالوا الأمم بيحلقوا شعرهم مستديرا. إذن دي كان سمة من سمات الشعوب، مش شعب الرب، إن يحلقوا شعره. فالنذير ما بيحلقش شعره. ليه؟ لأن شعب الرب في الوقت ده كان ابتدى يحلق شعره. ليه؟ شافوا جون ترافولتا بيحلق شعره. جون ترافولتا ده آخر معلوماتي. فالأمم بتحلق شعرها، فقالوا راحوا الحلاق، قالوا عايزين زي ده، فابتدوا يحلقوا شعرهم زي صورة الأمم. فلما جاء للرب قال أنا عايز نذير، قال ما يحلقش شعر. طبعا كل مش حلقين شعرهم هنا من الولاد مبسوطين قوي. بس فإيه؟ فالقصة كلها إن مقاييس العالم مش متطبقة عليه، فده نذير. فكل العالم بيشرب، كل شعب الرب بيشرب خمر، لكن هو ما بيشربش خمر، مش علشان قصه خمر ولا مش خمر، هو الخطيه والسكر، لكن القصه انه ما بيعملش المقاييس الطبيعيه. كل الشعب بيقص شعره زي الامم، بس ده ما بيقصش شعره زي الامم، ليه؟ لانه نذير للرب. فكان لما يمشي في الشارع يشاوروا عليه، ده نذير. النذير يعني ايه؟ ده اللي في فيفر، في رضا معين على حياته، في حكم معين على حياته.
ده سفر العدد صح 6 ده شريعة النذير وما يلمسش ميت، كلكم عارفين القصص دي. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، سفر العدد صح 6 واحد عدد 21، هذه شريعة النذير الذي ينذر قربانه للرب عند انتظاره فضلا عما تنال يديه حسب نذره الذي نذر كذلك يعمل حسب شريعة انتظاره. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبني قائلا هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم. خلي بالك الآيات الجاية معروفة، يباركك الرب إيه ويحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك السلامة، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. إمتى الرب أطلق هذه البركة النبوية أو النقلة على شعب الرب؟ في إصحاح شريعة إيه؟ الله ينور عليكم، لأن شريعة النذير بتنقل مستوى البركة ومستوى الحضور، والدليل الإصحاح عدد 6. ما خدتوش بالكم بس مش مهم، مش بالصدفة هذه الآيات متقالة في إصحاح 6، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، يباركك الرب ويحرسك، مش بالصدفة متقالة في إصحاح 6 لأن ده الإصحاح بتاع النذير، لأن النذير بيفتح المجال لمثل هذه الآيات. أوكي بصوا، علشان كل حاجة فيكم بتقول لي خلص 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 فخلص. رب يعمل نقلة في الزمن ده، حاجات كتيرة كانت بتنفع في وسط الشعب رب مش هتنفع في الزمن اللي جاي، وافرح لما رب يجي يقول لك كده، افرح جدا لأن رب يعمل ترقية ونقلة ورب يناديك لهذه الترقية وهذه النقلة. ما تبصش لحد حواليك اسمه خادم زي عالي أو اسمه من 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 الخدام وتقوم مقلده، طالما من الخدام وبيعمل كده يبقى أوكي. نو ما تعملش كده، ما تسمعش كلام وتقول طالما الخدام بيقولوا كلمات زي كده يبقى أنا ممكن أقول كلمات زي كده. ما تشوفش تصرفات أو ردود فعل أو هزار تقول طالما الخدام بيعملوا كده يبقى أنا أعمل كده، ما هو طالما الخدام بيعملوا كده أنا ممكن أعمل كده. ما ينفعش. ليه؟ لأنه اتبعني أنت. ليه؟ لأن أنت كده لو عملت كده بتقتل صميل فيك وبتكمل عالي، بتكمل زكريا، ما بتبقاش يوحنا، ما بتبقاش صميل. فاكرين وزكريا صامت لما جاء الولد كانوا عايزين يسموا الولد إيه؟ فاكرين بقولها كتير قوي، عيلة زكريا كانوا عايزين يسموا يوحنا زكريا. اتخيلوا يوحنا كان هيبقى اسمه زكريا زكريا. انا بتكلم بجد، مش ده مش هزار، ده كتاب مقدس، كتاب مقدس. فلما جم لما راحوا لاليصابات وقال يتسمى يوحنا، قالها ما فيش حد في عيلتك اتسمى يوحنا قبل كده، انت هتعملي حاجه جديده. فمراحوا لزكريا لأنه ما كانش بيتكلم فدوله لوح، فأم كتب يوحنا، وفي الحال انفتح لسانه وابتدى يعظم الرب. ليه؟ لأن في نقلة. القصة كلها أنك لو بقيت زي زكريا بتبقى زكريا ما بتبقاش يوحنا، لو بقيت زي عالي بتبقى عالي وما بتبقاش صمير، وبتحصلش النقلة، فبيبقى اسمك ممل جدا، بيبقى اسمك زكريا زكريا. ده اسمه معرفش اسمه ممل جدا، لكن يوحنا زكريا على الاقل ليها طعم شويه، في حاجه جديده، في حاجه جديده، في رجاء لحاجه جديده، في حاجه جديده. فما تبصش على زكريا وتقلده، ما تبصش على عالي وتقلده، لانك لو قلدته بتبقى اسمه نفس الاسم، بتبقى حاجه ممله جدا. رب عايز يعمل حاجه جديده، والنقله دي مربوطه بالنذوريه ومربوطه بالتكريس. امين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي.